صباح الخير وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب ساره وعبد الاله. لعلكم تعلمون ان المراسل اثناء وقوفه في الميدان وامام الكاميرا يتبادر في ذهنه بصوره سريعه ابرز الاحداث وابرز اللحظات التي يعيشها في ارض الحدث لنقلها لكم والى المشاهد. ولكن لعلي اليوم حقيقه اقف امامكم وتقف ايضا معي الكلمات ليس لهذا اليوم فقط وإنما من بداية الموسم وكذلك الاستعدادات التي سبقت هذا الموسم. اليوم لا أتحدث عن صورة واحدة فقط وإنما أتحدث عن صورة كاملة الزوايا ليس فقط من قبل الخدمات التي تم تقديمها من قبل الجهات ذوات الاختصاص وإنما أيضا جعل حجاج بيت الله الحرام عضو من هذه المنظومة التنظيمية. فعليا سارة وعبد الإله تشعر من هؤلاء الحجاج كأنه تم تدريبهم وتهيئتهم لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وكذلك تقدير هذه الإجراءات التنظيمية المقدمة من قبل حملات الحج أو من الجهات المختصة. منذ وصولنا هنا إلى منشأة الجمرات وحتى هذه اللحظة ولله الحمد الحركة انسيابية سريعة، لم نرصد أي إصابة أو أي حالات لأحداث قصوى. هذه المنشأة منشأة الجمرات والتي تم إنشائها في عام 1974 للميلاد إلى يومنا هذا تشهد أعمال تطويرية كبيرة حيث الطاقة الاستيعابية لهذه المنشأة تقريبا 300 ألف حاج في الساعة الواحدة. كما ترون من خلفي لعل الحركة جدا بسيطة أو خالية من الحجاج، تارة تشعرون بالهدوء وتارة أخرى نشعر بالسرعة في الحركة والإنسيابية وهذا بسبب تنظيم تفويج الحجاج على فترات متفاوتة ومتقطعة لضمان عدم التكدس والازدحام. كذلك أطلب من زميلي بسام إذا ممكن نقل الصورة أيضا إلى الدفاع المدني حيث ينتشر في كافة نقاط الجمرات بدءا من الجمرة الصغرى الوسطى إلى الكبرى. حقيقة لم يبرح أماكنهم منذ وصولنا إلى هنا بوجود النقالات لتفادي أي أو إسعاف أي حالة أو إصابة بصورة سريعة. التجهيزات ولله الحمد في أتم استعدادها لإكمال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم، توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لرمي الحجارات. يعني هذه هي أبرز الصورة الحالية اللي أنا أعيشها الآن. وحابة أقول لكم أيضا سارة وعبد الإله بالتأكيد أنتم عارفين شعور المسافر لما يرجع من رحلة متحمس لسرد تفاصيلها، هذا هو الإحساس اللي إحنا بنعيشه المراسلين كذلك في الميدان، دائما نتحمس إلى سرد التفاصيل اللي نعيشها بداية من مراحل الحج إلى الآن، واعتزاز وفخر حقيقة بسبب الخدمات التي رصدناها إلى الآن. يعني حقيقة في كل مرة بيظهر معنا أحد مراسلي قناة الإخبارية بنشعر بهذه المشاعر الجميلة الروحانية اللي عندكم، الطاقة العظيمة لتغطية كل ما ترونه خلال هذه التغطية. فدوى، هذه المرة الأولى لك للمشاركة في التغطية، كلمينا عن هذه المرة، ما هي مشاعرك؟ كيف كانت الأجواء؟ نعم سارة، هي فعلا المرة الأولى وأتمنى أنها ما تكون الأخيرة كذلك، لأنه تجربة كانت ثرية. بغض النظر عن مشاعر السعادة أن يكون كنت جزء من الفريق الإعلامي للأخبارية وتغطية تفاصيل موسم حج هذا العام، إلا أنها فعلا كانت مدرسة وتجربة ثرية كبيرة. سبحان الله، الإنسان مهما يتعلم يتفاجأ أنه يحتاج إلى الكثير عشان يتعلم. الزملاء، التكاتف، تعاضد بين الزملاء، رئيسنا المتواجد معنا أستاذ علي الشمري، الزملاء في كافة المناطق، رفع المعنويات، التنسيق، كل هذه الأمور حقيقة كان لها دور كبير وتحفيز في نفوسنا إحنا كمراسلين في الميدان. هي ليست عملية سهلة ولكن ليست صعبة ولله الحمد، وأتمنى من المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في نقل الصورة بكافة تفاصيلها وزواياها لكم وللمشاهد. ما قصرتوا أكيد فدوى، ونفخر بكم والله وجهدكم في الميدان من خلال نقل الصوت والصورة والقرب الكبير من حجاج بيت الله الحرام ونقل رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وهذا هو الأهم بكل تأكيد.